طيب احنا معانا على تليفون المهندس عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. مساء. اهلا وسهلا بحضرتك، يعني شفت حضرتك في التقرير وانت متابع طبعا اللي عمل في اول يوم لتفعيل الخدمة دي، فملاحظاتكم على سير العمل، اقبال المواطنين، الاوراق اللي بتتقدم والناس بتاخدها في نفس الوقت اللي هي البطاقات بعد كده ولا بيكون في ميعاد لاحق، يعني قولي التفاصيل واليوم الاول مر ازاي؟ والله زي ما سبت شفت في التقرير النهارده احنا زورنا يمكن اكتر من 10 مكاتب اللي بيقدموا الخدمه، ما فيش اي اوراق مطلوبه نهائي لطلب الخدمه غير بطاقه الرقم القومي. زي ما سيادتك تفضلت اسمي شفتي الخدمه ما بتاخدش اكتر من دقيقه لدقيقتين. العميل ما بيعملش اي اوراق، ما فيش اي صور للبطاقه، كل اللي مطلوب انه بيحضر بطاقه الرقم القومي. كل اللي احنا عايزينه هو الرقم القومي اللي عندنا ربط كامل مع مصلحه الاحوال المدنيه. في نفس اللحظه بيجي لنا المعامله البيانات صحيحه. العميل بيختار اذا كان يستلم الاصدار في مكتب البريد او توصيل لمحل الاقامه. بنتوقع ان الخدمه بتاخد من يوم الى يومين ماكسيمم حد اقصى يعني. والمقابل؟ المقابل عندنا جنيه رسوم تاديه الخدمه، لو بيستلمها في المكتب البريد 3 جنيه، لو بنوصلها لمحل الاقامه بتبقى 10 جنيه. النهارده عندنا اكثر مش بطل قبل على مستوى يعني المكاتب في القاهره الكبرى، بكره هنبدا نضيف مجموعه ثانيه وهكذا بحيث على اخر الاسبوع يكون تقريبا خلصنا 500. هو الموضوع ليه شقين، حلو انت بتسهل على المواطن وبتقدم له الخدمه والمقابل كمان يعني هتبقى مصلحه لمصلحه البريد، يعني ممكن يتم استخدامها بشكل او باخر في تطوير مكاتب البريد، وانا عارفه ان ده شغل يمكن اعلن عنه وزير الاتصالات قبل كده. والله اذا زي ما انت شفتي المكتب اللي احنا موجودين فيه النهارده بقى عندنا تقريبا 20 عام كل الجمهوريه تقريبا بنخلص حوالي 412 مكتب بريد اللي هو المرحله الاولى. في المرحله اللي بعديه المرحله الثاني العميل النهارده بيدخل برقم انتظار المكتب على اعلى مستوى كل حاجه. طب هي الخدمه كده معممه على كل مكاتب البريد على مستوى الجمهوريه ولا بادئين ب 500 مكتب تقريبا يا فندم؟ الاولى بالظبط. المرحله الاولى هي 500 مكتب وبعدين نبدا ال 500 اللي بعديهم وهكذا لحد ما نكمل ال 4000 مكتب المنتشر على مستوى الجمهوريه. النهارده لو العميل بيدفع 3 جنيه لو انتقل للقريه اللي هو فيها اي مكتب عشان يطلع الاجمالات اكيد هيصرف وقت وتكاليف اكتر من كده بكتير. تمام، شكرا جزيلا يا فندم، شكرا لحضرتك المهندس عصام الصغير رئيس هيئة قومية للبريد، بشكرك.